شرف كبير وسعادة حقيقية أن يمتعني الرب بالوجود معكم، وأتشرف وأرجو أني أكون وسيلة وقناة ينقل الرب من خلالها رسالة لي أولا ولحضراتكم. فصلاتي أن يتكلم الرب في هذا الصباح، وعندما يتكلم الرب يقينا سنشعر جميعا ونميز أنها رسالة الرب. أنا على قلبي حديث أرجو أن لا يطول. احترت في اختيار عنوان من اثنين لي، هحط العنوانين وحاول أشرح إلا أقصده. العنوان الأول خطر زال وخطر لم يزال. هناك بلا شك خطر قد زال، لكن هناك أيضا خطر لم يزال. وإذا تذكرنا الخطر الذي زال نحتاج أن نحتفل. شعب الرب ينبغي أن يحتفل، واحتفالنا هو فرح العبادة، ليكن عندنا شكر، به نخدم الله أي نعبده خدمة مرضية بخشوع وتقوى. فرح شعب الرب بإحسانات الرب ذبيحة يقبلها الرب. فأمام كل خطر زال علينا أن نأتي ونحتفل. لكن ماذا عن الخطر الذي لم يزال؟ ما هو هذا الخطر؟ وما هو العلاج الذي يحمينا من هذا الخطر؟ ده اللي هحاول بنعمة الرب أني أتوقف عنده، وربما العنوان الثاني يلخص العبادة خارج الأسوار. العبادة فرحة كبيرة لشعب الرب، وهي جميلة داخل أسوار الكنيسة، لكن على قدر فهمي أعتقد أن انحصار العبادة داخل الكنيسة أمر ليس بحسب مشيئة الله. علشان كده حابب أتكلم شوية عن العبادة خارج الأسوار كالعلاج الوقائي الذي يحمينا من خطر لم يزال. خلوني أبدأ بقراءة قبل ما أخوض بعض الشيء في هذه الأفكار أو في هاتين الفكرتين، وأبدأ بجزء من رسالة روميا والأصحاح 12، جزء محفوظ وأتمنى أن الرب يغرسه في قلوبنا بغنى. الرسول استعرض حلاوة الإنجيل، استعرض الحرية التي لنا في المسيح، استعرض ما قدمت رأفات الله للكنيسة على مدار 11 أصحاح. أنهى الأصحاح 11 بسجود، بتسبحة من أروع تسبيحات العهد الجديد: يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. أعتقد أن احنا اختبرنا هذا الشيء خلال العام الماضي عندما نستعرضه. أعتقد والذاكرة تجول في مشاهد العام الماضي، لابد أن نقول يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. لأن من عرف فكر الرب، أو من صار له مشيرا، أو من سبق فأعطاه فيكافأ، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد آمين. واحدة من أروع الدوكسولوجيز في العهد الجديد، دوكسولوجي تسبيحات
موحى بها في الكتاب المقدس، تسبيحة رائعة، يا لعمق غنى الله. لكن هذا الغنى الذي أعطى هو يطلب أيضا. هذا الرب الذي أفاض علينا لا يريدنا خاملين أمام عطائه. علشان كده يبدأ مباشرة العدد التالي، وطبعا في الأصل ما فيش تقسيمات الأصحاحات. فإن كان الله أخضق بهذا الغنى، فبولس بيقول لذلك أطلب إليكم برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله. وهذه التقدمة التي تقدمونها هي عبادتكم العقلية. العقلية من الممكن أن نفهمها الواعية، التي لا تغيب العقل من خلال طقس لا يفهم، أو من خلال عبادة إله لا يعرف. كان الأوثان كما قال المسيح للمرأة السامرية: أنتم تسجدون لما لستم تعلمون. وقال الرسول بولس لأهل أثينا: وأنا أتجول بين معبوداتكم وجدت مذبحا مكتوبا عليه لإله مجهول. إخوتي الأحباء، إنها نعمة الخلاص جعلتنا نسجد لمن نعلم. والله بالنسبة لنا بعد التجسد والصليب ونزول الروح القدس لم يعد قط إلها مجهولا. نحن نعرفه. من عرف الله فقد عرف المحبة، ويعرف أن يحب لأن الله محب. عرفنا الله، عرفنا الله. ينهي الرسول يوحنا رسالته بهذه الحقيقة: نحن نعلم أننا من الله، والله قد أعطانا بصيرة لنعرف الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. نحن نسجد لمن نعلم، ليس الله غريب أو مجهول. لذلك عبادتنا عبادة عقلية، لكن أيضا إنها تختلف ليست فقط عن عبادة الوثنيين الذين يسجدون لإله لا يعرفونه، لكنها تختلف عن عبادة اليهود. لقد كانت عبادة اليهود عبادة ملغزة مرمزة، يحط فريك على المذبح. تسأل اليهودي: أنت بتحط فريك ليه؟ يقول لك: ربنا عايز فريك، فريك مشوي. سفر اللاويين أصحاح 2. تحط خروف عمره قد كده متقطع بالطريقة دي كده ليه؟ يقول لك: ما عرفش، هو ربنا عايز كده. لما تدخل الهيكل لكي تعبد 3 مرات في السنة، يصعد جميع ذكورك ليظهروا أمام الرب إلهك. طب ليه 3 مرات؟ ليه مش 7؟ ليه مش 70؟ ليه مش كل يوم؟ هو الرب عايز كده. ما تسألش، ولو سألت مش هتعرف. حتى أن الرسول بولس قال عن هذه الأشياء: كانت ظل للأمور العتيدة، كانوا لا يعرفون. لدرجة أن بطرس الرسول قال كلمة غريبة جدا، قال أن أنبياء العهد القديم وهم يكتبون هذه الأشياء كانوا يبحثون ما معناها، أي وقت أو ما الوقت الذي يدل عليه روح المسيح الذي فيهم، الذي سبق فشهد بالألام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها. كانوا الأنبياء يكتبون أسفار العهد القديم ويصفون عبادة العهد القديم، هم لا يفهمون أبعادها. لكن بطرس بيعلق وبيقول: الذين، بطرس الأولى 1، أعلن لهم أنه ليس لهم كانوا يكتبون بهذه الأمور بل لنا. الأمور التي تشتهي الملائكة أن تطلع عليها. إخوتي الأحباء، عبادتنا عبادة عقلية واعية، ليست لإله مجهول كما عبد الوثنيون ولم يزالوا يعبدون، وليست عبادة
طقسية رمزية لا تفهم أبعادها كما في اليهودية. وقد أنهى الرب هذه العبادة الرمزية بقوله الرائع القاطع الحاسم: يا امرأة صدقيني، تأتي ساعة وهي الآن حيث الساجدون الحقيقيون. واو، وصلنا للسجود الحقيقي، وصلنا للعبادة الحقيقية. مش معناها أن العبادة اليهودية كانت عبادة زائفة، لكن الحقيقي عكسه الزائف وعكسه الرمزي، عكسه الظل وليس الحقيقة. لم يعد لنا هيكل حرفي، لكن لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقا حديثا. يعني حديثا؟ يعني لم يكن معروفا، حيا كرسه لنا المسيح بالحجاب أي جسده، وكاهن عظيم على بيت الله. تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق. يا امرأة صدقيني، لا في هذا الجبل ولا في أورشليم. خلصت حكاية الأماكن، خلصت حكاية المواقيت، خلصت حكاية الطريقة. لقد أصبح الحجاب مشقوقا والباب مفتوحا، وأصبح الدخول بحرية للعبادة كل حين كل وقت، ليس في مكان أو في زمان، وليس بطقس أو بطريقة معينة، لكن يقدم الكيان كله والجسد كله والشخص كله. محبة المسيح تحصرنا، فنحسب هذا: إن كان واحد قد مات لأجل الجميع، فالجميع إذن ماتوا كي لا يعيش الأحياء فيما بعد لأنفسهم، بل للذي مات أعيش من أجل الذي مات من أجلي. أعيش من أجل المسيح بحب حقيقي يحصرني. هذه هي العبادة العقلية. لكن من جانب آخر، لما يقول عبادتكم العقلية، ليست فقط العبادة الواعية العاقلة، على العكس من عبادة إله مجهول أو عبادة غير مفهومة، لكنها رد الفعل المنطقي والمعقول لعطية الله لنا. عبادتكم المنطقية. إخوتي الأحباء، من أخذ لا يستطيع إلا أن يعطي. من أخذ حقا، من أخذ حقا العطية التي لا يعبر عنها، ما يقدرش غير أنه هو يدي. مش هقدر ما أحبوش، ما أقدرش ما أحبوش، ما أقدرش ما أعبدهوش. لازم رد فعل المنطقي لما يطلب مني قداستي، لما يطلب مني جيبي، لما يطلب مني صحتي، لما يطلب مني عقلي، لما يطلب مني إرادتي، ما أقدرش غير أقول له غالي والطلب رخيص. ما أقدرش، ما أقدرش إني أستشعر في كل لحظة غنى رحمته علي وإحسانه علي، إني أتذوق معنى الخلاص بالنعمة ومحبته التي غمرني، فلا أستطيع إلا أن أرد الصدى، أقدم لمن قدم، أعطي لمن أعطاني. ولهذا فعبادتي عبادة معقولة منطقية. أنا مش بعبد لإله أنا مش فاهمه، وفي الآخر بعد ما أقعد أعبده طول عمري لعل وعسى. نو، دي عبادة غير عاقلة. لكن أنا واحد مغمور بعطاء الله، وعبادتي هي رد فعل منطقي معقول لمن سبق وأعطاني. والحقيقة في الإعلان المسيحي: حبيبي إلهي مش أعطاني عطايا ولا أعطاني سما، لا، لكن أعطاني نفسه، ومش كتير عليه، أعطيه نفسي. وهذه هي العبادة، هذه هي العبادة. هذا النص في ترتيب بديع: يا لعمق غنى الله الذي أعطى،
جاء دوركم يا كنيسة الله يا شعب المسيح أن تردوا على الله، تردوا الصدى، تقدموا له ما ينتظره عبادتكم العقلية، ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. إخوتي الأحباء، قلت أتمنى ما طولش، لكن للأسف كانت هذه المقدمة. هحاول أني أختصر في اللي جاي. وأنا جاي في الطريق ومشغول أقول إيه لشعب الرب، أعتقد أن إحنا في مصر النهاردة اللي بنحبها كلنا معاك يا أسيس سامح، بنحبها زيك وبنصلي من أجلها، أكيد بنمر في وقت مفصلي، أكيد في بداية مختلفة جديدة. فعدى في ذهني شريط ذكريات ما قدرتش أفلت منه في السنة الماضية وأنا باجي قصر الدبارة، وتذكرت أربع مواقف بسرعة أذكر بها لكي أؤكد أنه من حقنا أن نحتفل ونشكر، لكن أيضا لن أنهي حديثي قبل أن أحذر أن هناك خطر زال وهناك خطر لم يزال، وسأحاول أن أقدم الحماية من الخطر الذي لم يزال. مواقف اللي مرت في ذهني بسرعة، كنت وحيدا في غرفتي الضيقة في الجامعة في الخارج أراقب أحداث الاتحادية في ديسمبر 2012، وأعتقد كلكم تعرفوا أنه اللي بيبقى برا بيبقى موجوع أكتر من اللي جوه، وعلى الرغم من ضيق الامتحانات كنت أفكر بقوة أن أعود، وأنا أرى الدماء وأرى الأشلاء وأرى حفلة التعذيب السوداوي. ساعتها كتبت هذه الكلمات: من أي هاوية سوداء صعدت تلك المسوخ؟ ما هذه الأيدي؟ ما هذه الوجوه؟ أليس لهذه الهاوية من مفتاح؟ حتى متى لا تغلق يا صاحب السلطان؟ حتى متى لا تغلق يا صاحب السلطان فلا تخرج تلك الأرواح؟ البشر قتلى، فمن يكون القتلى؟ ثم توجهت لمناظر الدماء وقلت: أيها الدم المهراق على الأجساد، حتى متى لا تكف عن الصراخ المكتوم؟ حتى متى لا يسمع لك ولي الدماء؟ حتى متى يأتي يوم القضاء؟ كان المنظر مرعب، وعاد المنظر بالأمس وأنا أرى الأشلاء في نينوى على يد داغش. إخوتي الأحباء، دعونا لا ندفن رؤوسنا في الرمال وننسى إحسان الرب. كان هذا سيكون الحال على مدار الأيام، لولا رحمة الرب ولولا استجابته لصراخ الكنيسة لكان هذا هو حاله. لا تبخس الرب حقه في الشكر، لا تبخسوا الرب حقه في الشكر. الرب استمع لصوت صراخكم، الرب يسمع حينما أدعوه، إنه يسمع أنين الأسير، لقد حن قلبه وأنقذ هذا البلد من مصير أسود، نرى ملامحه حولنا. احذروا من أن تنسوا يا أحبائي أن الرب استجاب الصلاة، أن الرب استجاب الصلاة. المشهد الثاني الذي لا يمكن أنساه، يوم 7/4/2013، كان لي شرف الحديث هنا يوم الأحد، وعندما أتيت قالوا لي ما تعديش على العباسية، شوف لك طريق تاني،
لأن الكاتدرائية تقذف بالمولوتوف. وأتيت إلى هذا المكان وكان الظلام يخيم على الميدان، منظر بائس أبكاني. قلت هو ده، هي دي مصر، هو ده ميدان التحرير، يا للبؤس. دخلت، قام القسيس سامح جاي من الجنازة بتاعت الخصوص. كان المنظر كئيب. لأول مرة قيل هكذا في تاريخ مصر تضرب الكاتدرائية بالمولوتوف، وكنا نرى الناس على الأسطح يحرقون ويدمرون. وتكلمت يومها، غيرت موضوعي وتكلمت وقلت قضيتنا مش قضية طائفة مظلومة، لكن قضية شعب بأكمله تم خداعه دينيا، وتم تجريفه عقليا، وتم إفساده أخلاقيا. قضية شعب قلبنا مكسور عليه. وختمت وقلت إن قضيتنا ليست مع الاتحادية ولا مع المؤطم، لكن قضيتنا مع أجناد الشر الروحية في السماويات. ده صراعنا، وفي النهاية لن ننتظر إنصافا من الداخل ولا إنصافا من الخارج، لكننا ننتظر إنصافنا من فوق، من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب صانع السماوات والأرض. ولم يخزلنا الرب، العالم وقف ضدنا، لكن الرب كان معنا. مرت الأيام والكنيسة هنا ولها أن تفرح. آخر 10 أيام في شهر يونيو، أنا مجرد بذكركم بالذكريات اللي جالت في خاطري. تفتكروا آخر 10 أيام السنة اللي فاتت؟ من 20 يونيو لـ30 يونيو الكنيسة قالت كل الاجتماعات هنا، كنيسة قصر الدبارة، قالت كل الاجتماعات هتكون اجتماعات صلاة. هنصلي، هنصلي عشان الرب يعمل حاجة. اوعوا تنسوا أحبائي، باركي يا نفس الرب ولا تنسى. عبنا ان احنا بننسى، وعند شبابنا عيب تاني ألمح لي باختصار، صدفة. صدفة. أقول لإخوتي تخسرون كثيرا لأنكم ستفقدون دهشة وروعة الاندهاش برؤية أعمال العناية الإلهية، وهي تنسج أعظم اللوحات من خيوط العشوائية والفوضى. احذروا من أن تهملوا يدا خفية تعمل من وراء الستار، تحرك الأحداث وتستجيب الصلاة. في 23 كان لي شرف الصلاة معكم هنا، وأيضا أتذكر وتذكرت وأنا جاي في القطر أني اتكلمت عن الصلاة اللي تعمل 4 حاجات: تحرك السماء، دانيال 2، تغير المصلي، دانيال 6، تغير سياسة الأرض، دانيال 9، تغير حكام وتشيل حكام وتحط حكام، لكن الأعظم دانيال 10، تربط أجناد الشر الروحية في السماوية. في شهر 8 كنت أيضا عدت للدراسة، وكانت زي ما قال قداسة البابا تودروس: مصر تقدم مباني كنائسها قربانا فداء للوطن. أكثر من 80 سنة، من 80 كنيسة، أكثر من 80 كنيسة اتحرقت، والمسيحيين بيكتبوا على جدران الكنائس: نحن نغفر. واجتمعوا يصلوا في كنائس محروقة، يقولون: جئنا لكي نصلي من أجلكم. هذا مجرد شريط ذكريات، خطر وزال، لكن اللي خايف منه ان احنا ننسى، اللي خايف منه ان احنا نعتبرها صدف. احبائي ارجوكم انظروا للعالم حولكم، وانظروا للعالم الذي وقف ضدكم،
وتذكروا أن ما حدث ليس له إلا تفسير واحد، إنها استجابة الصلاة. لكن ما هو الخطر الذي لم يزال؟ الخطر من وجهة نظري هو أنه بعد أن زال الخطر تحصل حاجة عبر عنها مثلنا المصري القديم، رجعت ريمة لعادتها القديمة. مين ريمة؟ مش عارف كانوا يقصدوا ايه بعادتها القديمة، برضو معرفش لماذا قيل هذا المثل وعن من، لكن اعرف كويس لاني احب كنيسة الله في مصر واشرف بخدمتها ان الكنيسة على مدار عقود طويلة انسحبت من الشارع وانعزلت داخل اسوار كنائسها وعبدت في الداخل ولم تعبد في الخارج، واختزلت العبادة إلى مكان وزمان، فصرنا نعبد عندما نجتمع معا ونكف عن العبادة عندما يتجه كل واحد إلى طريقه. في دراستي قدمت بحث بعنوان التغيرات الفكرية والدينية التي حدثت في الشباب المصري بعد نكسة 67 وبعد ثورة 2011. بعد ما قدمت البحث استدعاني الأستاذ وقال لي عندي تعليق عايز أقوله لك، مش أكاديمي، ملهوش دعوة بالعلم، لكن عندي رسالة عايز أبلغها لك. تفضل. قال لي أنا أبويا كان مرسل في اليابان لما اليابان اتضربت بالقنابل النووية، وأبويا حكى لي وقال لي أنه بعد الانهيار التام وبعد الدمار الشامل فتحت قلوب اليابانيين لقبول رسالة الإنجيل كما لم تفتح من قبل، وكان اليابانيون يقبلون بفرح إلى المسيح ويقبلون باقتناع رسالة الإنجيل. لكن النص الثاني محزن، حتى عاد الاستقرار وأغلق الباب. قلت له كم سنة حضرتك؟ قال لي 3 سنين. اتفتح الباب من 45 ل 48 وأغلقت قلوب اليابانيين. وإلى اليوم من يعمل في الميشنز يعرف أن أقصى قلوب أمام رسالة الإنجيل هي قلوب اليابانيين. قلت له هل في علامة محددة؟ قال لي أول ما الاقتصاد ابتدى يرتفع والاستقرار ابتدى يسود ضاعت الفرصة. قلت له إيه الرسالة اللي عايز تقولها لي؟ قال لي أمامكم فرصة ذهبية لا تضيعوها. وصلت الرسالة أحبائي، وصلت الرسالة. يا خوفي على الأيام الحلوة تكون راحت، يا خوفي على الأيام اللي كنا فيها متضعين، يا خوفي على الأيام اللي كنا فيها مصلين، يا خوفي على الأيام اللي كنا فيها هوبفول متوقعين بفرح عمل عظيم لله بيننا، يا خوفي على الأيام اللي فيها بطلنا ننشغل بنفسنا وبدأنا نفكر في غيرنا وبطلنا نستمتع جوه جدران كنائسنا ونفكر في حيرة وغلب العطشانين حولنا. يا خوفي إخوتي، أخشى من هذا الخطر في جملة واحدة: الانسحاب مرة أخرى
إلى داخل الأسوار والانعزال والاكتفاء بالعبادة هنا، ونكف عن العبادة هناك. عندي خبر كويس ليكم، أنهيت أكثر من نص العزاء. النص الباقي أختصره في نقاط سريعة. أحبائي أخواتي المؤمنين، الله يشهد إني أثق فيكم وأحبكم، لكن دايما بيراودني سؤال: Are you serious؟ أنتوا جادين؟ جادين تخدموا الرب في مصر؟ جادين تعملوا حاجة؟ جادين؟ مرات بقول قد إيه نعمة عظيمة نعمة الخلاص بالإيمان وليس بالأعمال، لكن كأي سلاح ذو حدين، هل ولد فينا تعليم الخلاص بالإيمان كسل؟ نعم. هل تصورنا أن الجهاد ليس لنا؟ أخطأنا. هذا شر. الكتاب الذي علمنا أنه ليس لنا فضل في خلاصنا هو الذي علمنا قائلا: وأنتم باذلون كل اجتهاد، قدموا في إيمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعفف، وفي التعفف صبر، وفي الصبر تقوى، وفي التقوى مودة أخوية، وفي المودة الأخوية محبة، لأن هذه إذا كانت فيكم وكثرت تصيركم لا متكاسلين ولا غير مثمرين في معرفة ربنا يسوع المسيح. عرفناه، That's right، صح، لكن هل أثمرنا في معرفته؟ هل قطف الجيران من ثمرنا؟ هل أكل زملاؤنا في العمل من ثمرة الإنجيل في حياتنا؟ هل تأثر من يرانا بقوة الإنجيل الذي يراه فينا؟ أم أن إنجيلنا هو إنجيل مرواح السماء، كرني دخول السماء؟ على فكرة ده كرني مزيف، كرني مضروب. لو خدت الخلاص على أنه كرني تروح بالسماء وتعيش هنا كما يحلو لك، أرجوك مزق هذا الكرنيه، إنه مضروب مزيف. قال الرسول وهو يكتب في كلوس واحد هذه العبارة، يتكلم عن الإنجيل فيصف الإنجيل ويقول: وهو مثمر في كل العالم كما فيكم أيضا. إخوتي الأحباء، الإنجيل لما يستقر في قلب لازم يطلع ثمر، والثمر على فكرة لا توجد شجرة واحدة تثمر لنفسها، لكن الشجرة دائما تثمر لغيرها. محدش في شجر، حد شاف شجرة بتقطع من ثمرها وتاكل بتحط في تربتها؟ لكن شفنا ملايين البشر والحيوانات يأكلون من ثمر الأشجار. قل لي من فضلك مين كل من ثمرك؟ قد إيه أثمرت؟ نأتي لكي نمتص تعزيات، نأتي لكي نمتص تعاليم، نأتي لكي نتبارك معا، وهذا حسن وربنا ما يحرمناش منه، لكن وبعدين؟ وبعدين أكلنا، تعلمنا، تعزينا، حضرنا مؤتمرات، سبحنا، شبعنا، وبعدين؟ وبعدين مين بياكل من ثمرنا؟ كم واحد، كم واحدة أكلوا من ثمرنا؟ هل أشركنا الآخرين في حلاوة الإنجيل؟ هل عرفنا الآخرين رجاء الإنجيل؟ هل دعونا الآخرين لحرية الإنجيل؟ هل قدمنا للآخرين حق الإنجيل الذي يكسر قيود الزيف والكذب؟ ماذا فعل الإنجيل فينا؟ هل هو مجرد عقيدة، معلومة،
أم أننا ننطلق في أماكن سكننا وأماكن عملنا لكي يثمر الإنجيل فينا ويرى الناس أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات، وتضيء إنارة إنجيل مجد المسيح، ويبطل عمل إلى هذا الدهر الذي أعمى أذهان غير المؤمنين. الرسول بيقول إن إبليس أعمى أذهان غير المؤمنين، بس في نفس الوقت بيقول إن الله أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. ما إحنا قاعدين نهزر هنا؟ إحنا قاعدين نصارع مع عدونا اللي سمعنا عنه؟ أيوة، هو يظلمها وإحنا ننورها، هو عامل خطة علشان يظلمها وإحنا عاملين خطة علشان ننورها، هو عمال يقيد وإحنا هنهد وهنكسر القيود. ده شغلنا. ليه ربنا مدينا نفس ومواهب وإمكانيات ومقعدنا في البلد ده؟ علشان نتجدد ونتمدد. هو ده رسالتنا، نتجدد ونتمدد أم لكي نثمر؟ وإخوتي خلوني أكون أمين معاكم، الشجرة التي لا تطرح ثمرا غالبا ما تنتج أشواكا، ولهذا رأينا كثيرين يتأذون في الكنيسة من أشواك الآخرين في الكنيسة لأن الكنيسة كفت عن أن تكون مثمرة. لكن عندما نعود ونجعل الإنجيل يثمر فينا لن تعود هناك جروح، لأن الذين يجرحون سيجدون مكانا آخر بعيدا عن الكنيسة. كيف نعبد؟ نعبد في الخارج إذا فهمنا العبادة بالمعنى الصحيح. أعتقد إنها واحدة من أكبر الهرطقات التي حلت بالمسيحية، اختزال العبادة إلى مكان وزمان. في العهد الجديد على قدر فهمي العبادة حياة، حتى أني لم أقرأ في كل العهد الجديد عن اجتماع للعبادة، لكن أقدر أقول هناك اجتماع للعابدين، فالعابدون يجتمعون، لكن قبل الاجتماع هم عابدين، وفي الاجتماع عابدين، وبعد الاجتماع عابدين، لأن الآب مش طالب عبادة، الآب طالب ساجدين، طالب البني آدمين نفسهم، البني آدم نفسه يتحول إلى شخص ساجد، في الشغل ساجد، عابد، في البيت عابد، في العمل أعبد الله. يعني إيه أعبد؟ الكلمات اليونانية جميلة لكن اختصارا للوقت، لخص المسيح بإبداع وإعجاز في صراعه مع إبليس في البرية موضوع السجود في كلمتين: اذهب عني يا شيطان لأنه مكتوب، اذهب يا شيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. الكلمتين دول يلخصوا العبادة في العهد الجديد. تسجد، الكلمة اليوناني حالة من الحب والاحترام، حالة من الحب والاحترام. تعبد، تقدم شيء، تخدم الله بتقديم شيء. دي المعاني النهائية للكلمات اليونانية المستخدمة. الجميل أن الرب يسوع كلمة تسجد اللي قالها في متى 4 مش موجودة في العهد القديم، بس هو ليه الحق إن هو يغير ولا ملهوش؟ ليه الحق. دي جاية في تثنية 6:13 لما بيقول له الرب إلهك تتقي وإياه وحده تعبد. الرب يسوع لما اقتبسها ما قالش للشيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تتقي، لكن قال للرب إلهك تسجد، يعني خلى التقوى معناها السجود، ويبقى السجود معناه تقوى. يعني أنا ساجد للرب؟ يعني إيه الأب طالب ساجدين؟ يعني طالب ناس أتقياء يخافون الرب، يخافوا الرب فيما يلمسون وما ينظرون وما يفكرون وما يتخيلون وكيف ينفقون وكيف يأخذون
وما يكتبون وما يقرؤون وما يشاهدون في كل وقت، مع تحفظ صغير صغير قوي ان كلمة التقوى طبعا اضطروا يستعملوها في اللغة العربية، بس انا يعني مع احترامي لمعنى التقوى مش بحب الكلمة شوية. معنى اليوناني جميل، حب شديد واحترام. المعنى الانجليزي بديع، انتماء لله. معنى العربي في اللغة اتقى الشيء اي حذره وتجنبه، وده في تمام اللاهوت العربي. ان تتقي الله يعني تحذره وتتجنبه لينفي غضبه عنه. فانت كل اللي تعمله أدي له العبادات لكي تأمنه، فأنت لا تأمن مكره، لذلك اعمل كل ما عليك لكي تضع نفسك في الأمان. هذه التقوى، لكن هذا المفهوم بعيد كل البعد عن المسيحية. الكلمة اليونانية تعلق، حب واحترام. رابعة العدوية مش الميدان، الإنسان. رابعة العدوية الإنسان. قالت تعبير جميل، قالت لا يمكن، اسمع، أكون كأمة السوء. أمة يعني جارية. الأمة السوء إن خافت فعلت، وإن أعطيت فعلت. لا يمكن أن أكون كالأمة السوء، أخاف من نار فأعبده، أو أطمع في جنة فأعبده، لكني أعبده حبا له وشوقا إليه. صاروا رابعة بتقول كده، المفروض إحنا نفهمها إزاي، كيف تكون محبتنا لله؟ هذا هو السجود، حالة من الحب والاحترام والتعلق بالله. هل الحالة دي قاصرة لما نتلم مع بعض في الكنائس؟ هل الحالة دي بتلبسنا لما نيجي على مقاعد كنيسة قصر الدبهرة؟ ولا المفروض حالة الحب والاحترام تكون طول اليوم؟ هل نحبه في الشارع؟ هل نحبه في المترو؟ هل نحبه في الميكروباص؟ هل نحبه في السيارات؟ هل تحبه في وجه امرأتك؟ تخضيته ليه؟ ممكن. هل تحبيه في وجه زوجك؟ هل تحبه في وجه أعدائك؟ أحبه أعدائكم. هل نحبه؟ هل نحبه في خليقته، في صنعة يده؟ تحب الرب إلهك من كل قلبك، وتحب قريبك كنفسك. والعبادة أن نقدم لله، نقدم لله. ما فيش عبادة من غير تقديم. طب نقدم له إيه؟ بصوا حبايب، في كل العهد القديم كان الله لا يطلب شيئا من الساجدين إلا ما يرمز للمسيح. هو بيحب يشوف المسيح، مع فارق صغير، لا فارق كبير، انه في العهد القديم كان يطلب منهم ما يرمز للمسيح. النهارده احنا بيطلب مننا المسيح نفسه، بس مش بيطلب كلام عن المسيح، لكن بيطلب يشوف المسيح فينا. فكل ما حضرتك تتصرف زي المسيح، السماء تتشق ويقول هذا هو ابن انا شفت المسيح. الاب يفرح. اكتر حاجه تفرح قلب الاب إن إحنا نستعرض المسيح، استعرضه في أخلاقي، استعرضه في كلامي، استعرضه في أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. لذلك على قد ما بقدر وبحاول بعرف العبادة كالآتي، أقولها وأقول كلمة على كل نقطة فيها، هي التصاق الروح به. التصاق الروح به، وهي خضوع الإرادة لإرادته، وهي أيضا تجديد الذهن بحقه، وهي عشق المشاعر لشخصه، وهي غسل الخيال بجماله، وأخيرا تكريس الجسد لخدمته. هذه هي العبادة أحبائي. أعرف أني رفعت البار، لكن
قال واحد مسيحية جات مش عشان توطي البار، مسيحية جات علشان ترفعه، بس تديني قوة علشان أوصله. قالها واحد بلغة أخرى، طلب مني الناموس أن أرتقي، فكنت كمن يضع يديه تحت رجليه لكي يحمل نفسه فهويت. جاءت النعمة ولم تطلب مني أن أرتفع وأرتقي، النعمة طلبت مني أن أطير، لكنها أعطتني جناحين، أعطتني جناحين. لقد سكن في الروح القدس، وقد حل في المسيح، وقد صار الله أبي، وختمني الروح القدس، وعندي كلمة الله، وعندي جماعة من المؤمنين. نعم، إن النعمة تطلب مني الكثير، لكنها أيضا أعطتني جناحين لكي أستطيع أن أطير. العبادة الحقيقية إنك تعمل زي، أنا أعلق على نقطتين، تعمل زي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. كان الواحد فيهم تيجي عنه الكلمة دي، ظهر الرب لأبرام، يروح الرجل عمل إيه؟ بني مسبح. إيه معنى الكلام ده؟ إن روحه تعلقت بالله وخد إعلان، كشف، كشف. حبيبي، أخي، أختي، ما فيش عبادة من غير كشف. حتى رابعة قالت له أنا بحبك حبين، حب الهوى، وحب الهوى هو شغلي بذكرك عمن سواك، وأما الحب الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك. أنا ما أعرفش هل كان هناك شيء في الخفاء بينها وبينه، كان نيقوديموس مثلا أو يوسف الذي من ربما بكتب اليومين دول مقال عن العشق الإلهي، بحاول أشوف الناس دول كان إيه وضعهم بالضبط. مش بعيد عرفوه بس خفية، مش بعيد، أكيد عرفوه. لكن أعود لنقطتي وأقول إن ما كانش ربنا يكشف لك بإعلان شخصي ليك مين هو الله، مفيش عبادة، مفيش عبادة. ما ينفعش تعبد ربنا على إيمان والديك، ما ينفعش تعبد ربنا على إيمان القائد بتاعك. ممكن تعمل حاجات كتير على إيمان والديك زي بعضه، لكن العبادة بالذات لازم تكون حاجة شخصية. الله يخليك، الله يخليكي، جاوب على السؤال ده، ظهر لك، شفته، في حاجة بينك وبينه، تقابلته، حبيته، حبيته، عرفته. هو قال بعد قليل لا تبصرونني وبعد قليل ترون، هتشوفوني. أخويا، أختي، اللي ما شافهوش ما يعبدهوش، ما ينفعش، ما ينفعش تعبد اللي ما شفتوش. فإذا ما كنتش شايفه بطل، بطل الضجة اللي انت بتعملها دي، مش عبادة، ده تسكين ضمير، ده اتقاء غضب، ده حك مصباح علاء الدين، دي مش عبادة. اللي بيعبده هو اللي شافه. في حاجة بينك وبينه؟ عارفه؟ ازاي بتعبد واحد انت مش عارفه؟ ازاي بتحب واحد ما قابلتوش ومقطع روحك عبادة؟ حبيبي دي مش عبادة، دي مش عبادة. دي بيقال لهم عنها ابعد عني ضجة أغانيك، نغمة ربابك لا أسمع، مش عايزها، عايز حد يعرفني. هي التصاق الروح به لأنها استوعبت من هو، ومن يعرف من هو لا يمكن إلا أن يخر ساجدا. قال له لا تكن فيما بعد غير مؤمن بل مؤمنا. فصرخ ربي وإلهي. لكن أيضا العبادة هي خضوع الإرادة لإرادته، وهختم بدي. اتساق الروح بي، لو عايز آيات اقرأ أربع مزامير اسمهم مزامير المقادس، دول بتوع عبادة. مزمور 42
كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق إليك نفسي يا الله. عطشت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي. متى أجيء؟ أحبك، عطشان لك، مشتاق عليك، ما أعرفش أعيش من غير ما أشوفك. أنت الندى بتاعي، أنت المية. عطشت نفسي إليك. مزمور 63. يا الله إلهي أنت، إليك أبكر. عطشت إليك، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة بلا ماء. التصقت نفسي بك فيمينك. هذه العبادة. مزمور 73. أمسكت بيد اليمنى، برأيك تهديني، وبعد إلى مجد تأخذني. أما أنا فالاقتراب إلى الله حسن لي. مزمور 84. ما أحلى مساكنك يا رب الجنود. تشتاق بل تتوق نفسي، قلبي ولحمي يهتفان، يعني يصرخان طلبا للإله الحي. لكن في سجود تاني أو معنى تاني، خضوع الإرادة. أنا هبدأ بنفسي، أتعهد أمام الله، وأرجو أنك تتعهد معي. لو مش هنخضع لي وإرادتنا تبقى حسب إرادته، ننزع من ألقبنا لقب عابد. ليس لي الحق أن أسمي نفسي عابدا للرب إن كنت لا أخضع إرادتي لإرادته. من أشهر العابدين يعقوب. تصوروا يعقوب. يعقوب ما عبدش في بداية حياته، بس أجمل منظر في سفر التكوين نهاية يعقوب. كتاب يسجل المنظر ده بالإيمان. بارك يعقوب ولدي يوسف وسجد على رأس عصا. مات ساجد. أنا خلاص خلصت، ده خبر كويس. خلاص مات يعقوب ساجدا. قل له يا رب اديني الميتة دي من فضلك. رب يطول عمرك ويطول عمرك، لكن أعتقد أحلى ميتة أن الواحد يموت. مات ساجدا. بس يظهر ان اللي يموت ساجد لازم يعيش بيخمع. يظهر كده، يظهر انك عشان تموت ساجد لازم تعيش بتعرج. بس حلوة برضو. امتى سجد على رأس عصا؟ حكاية لطيفة لما ترجع لها في سفر التكوين اصحاح 43 نفهم منها درس جميل هو اللي هختم بيه. يعقوب دماغ، ودماغ صعبة، والدماغ الصعبة إرادتها إرادة صعبة. فمن صغره، يا ابني يا حبيبي انزل نمرة 2. لا انزل الأول. ده هو في البطن، فعامل خناقة جوه ومصر إنه هو ينزل الأول. يا ابني أنا عايزك نمرة 2. لا أنا هنزل الأول. فما قدرش على الواد الكبير، فنزل ماسك في عقبه فتسمى يعقوب. بس نازل ومصر انه يبقى نمرة 1. عدت الايام، كبرت العملية في دماغه، انتهز الفرصة، لقي عيسو جاي تعبان، قال لك هي دي. ومع احترامي لكل اليهود، اجدع ناس تنتهز الفرص. فطلعن له، فلقطه في لحظة ضعف وبسرعة، قال له اعطيني من هذا الاحمر. قال له بعني بكرياتك، أخذ نمرة 1. قال له أنا ماضي للموت، مستبيح، مش مقدر إن البكر يجي منه المسيح، تفرقش معاه. فبعها له، فخد البكورية. بعدين عرف إن أبوه مش معترف بالبيعة دي، فناوي يبارك عيسو باعتباره البكر. قال لا ما ضيعهاش برضه، لازم أكون نمرة 1. يا ابني أخضع، يا ابني ربنا أقسمها لك، يا ابني ربنا مرتب لك حاجات جميلة، ربنا حباله طويلة ومضمنهوش، أحسن حاجة ما يحك لك إلا ضفرك، خلص نفسك واعمل اللي انت شايفه صح واشتغل كده واعمل، يعني ما تستناش. وراح غش وكذب
زيف وغير وخد البركة. وربنا بيراقب من فوق يقول يعقوب مش عليا يا حبيبي، ما ينفعش، أنا عايزك ساجد، أنا عايزك تخضع لإرادتي. ويل إن شاء الله، بس سيبني أنا، أصل الدنيا دي زي الوحوش، ولازم علشان تعيش تبقى كده. عشان يعني ألخص القصة، هو بيحب رحيل قوي وبيحب كمان يوسف قوي، وأغلى اتنين عنده رحيل ويوسف. فجي وهو ماشي من عند لبان، عرف إن عيسو جاي، فرح مرتب كل اللي معاه ترتيبة غريبة قوي، حطوهم بحيث إنه يخلي آخر حد رحيل وقدامه يوسف، عشان لما عيسو يبدأ يضرب يموت يكون على رحيل ويوسف عندهم فرصة يهرب، والباقي كله ملوش لازم. أنا بقول ربنا لفله وجاله من الناحية التانية، وأول واحدة راحت منه رحيل، وتاني واحد راح منه يوسف، خد حتة ألم، وكأنه ربنا بيقول له حبيبي ما تعانيتش معايا يعقوب، أنا بحبك، وأنا من زمان قلت صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد، سيبني يا ابني، سيبني أنا أعمل إرادتي في حياتك، أنا مزرجن ومتربس، أنا أنفذ إرادتي. في الآخر جه الموقف المرعب، قلوا ولاده قالوا له بص هنموت كلنا جنبك، لازم تدينا بنيامين علشان نجيب قمح، أرجوكم ترجعوا تقروا الفصل ده. فقال تعبير غريب قوي، قال أعدمتموني الأولاد، يوسف مفقود وشمعون مفقود وبنيامين تأخذون، كل هذا قد صار علي. رفض يديهم، قعدوا لحوا عليه، شاف المأساة، اسمعني في الكلمة دي من فضلك، في الآخر راح مسلم. ولما سلم نتيجة إعلان من الله، وعشان كده أنا بتمنى أن الرب يكتر إعلاناته لينا. أطلب من الرب إعلان، أطلب من الرب كشف، أطلب من الرب زي ما هو وعد، أظهر له ذاتي. كشف له الرب، فقال العبارة دي، قال لهم طيب خذوا بنيامين، وليعطيكم الله رحمة أمام الرجل فيطلق لكم أخاكم الآخر وبنيامين، لكن عمره ما حلم بيوسف. بس لما سلم وإدى، الرب قال له مش بس شمعون وبنيامين، لكن هرجع لك يوسف، بس انت تسلم. لما تقتنع ان مش انت اللي هتدور، لما تقتنع انك ما تعرفش تسوق، لما تقتنع انك مش قديها ولا قد شوارعها وحواريها، لما تقتنع انك اصغر من انك تفهمها وتسلمني انا أسوق ومشيك، هدي لك اللي ما يخطرش على بالك. تعرفوا أنا لسه ما وصلتش إمتى سجد، لما راح عند يوسف، يوسف جاب له الولدين، اسمع العبارة دي، حطوهم بالرجلين وباركهم، وأنا متأكد إن دموعه نزلت وهو بيقول الكلمة دي، اسمع، يقول ليوسف لم أكن أظن أني أرى وجهك وهو ذا الله قد أراني نسلك أيضا، وأخرجهم وسجد على وجهه إلى الأرض. ياه، وكأنه بيقول له أنت حلوة أوي يا رب، أنت أحلى من كل الظنون بتاعتي عنك، أنا عشت وراء أوهام وظنون، بس أنت طلعت غير ظنوني وغير أوهامي، أنت إله جميل يا رب، آه لو رجع بي العمر تاني كنت أسلمها لك من البطن، ما كنتش أعافر معاك، ما كنتش أجيب لروحي التعب، ما كنتش أعيش طول عمري في مرار، كنت هعيش ساجد. الساجد هو من اقتنع أنه هو الحكيم وأنا لا أعرف، وهو القدير وأنا لا أقدر، هو السرمدي الأزلي الأبدي وأنا من أمس، أنا محدود وهو غير محدود، وهو حبني وقبل يمشي معايا
إسرائيل يعني إيل يدير، يعني الله هو المدير. عشان كده بقول لو عايز تعريف مختصر للعبادة، It's management under God، تدير كل حاجة في حياتك بس تحت إشراف الله. يعني مين البص؟ مين المدير؟ هو الله. أتمنى من كل قلبي أن يكون هذا هو مفهومنا للعبادة الحقيقية، تلتصق أرواحنا به، تخضع إرادتنا لإرادته، تتجدد أذهاننا بحقه، تعشق مشاعرنا شخصه، وأيضا نغسل خيالنا بجماله كل يوم فيتنقل خيال علشان نعرف نستقبل صح ونبرمج صح ونفكر صح ونقرر صح. وأخيرا هذا الجسد طالما فيه صحة وطالما النفس يدخل ويخرج، لن أسمح يا رب أن يتدنس، لكني أقدسه لك، أكرسه لخدمتك، وأقدم أعضائي آلات بر لك في البيت، في الشارع، في العمل. لن ننسحب ولن ننعزل لنعبد داخل الأسوار، سنخرج ونعيش بين الناس، وهنصلي أكثر، وهنطلب طلبات أكثر، وهنبدأ العمل أكثر. خلونا نقف كلنا وإحنا بنرنم وبنطلب وبنصلي. وأرجوك فكر معايا، لقد عمل الله معنا وجاء دورنا لنعمل مع الله. لقد عمل الله معنا. حد موافق؟ عمل الله معنا؟ عمل الله معنا، جاء دورنا لكي نعمل مع الله. احنا يدوب هنبدأ الشغل. أمين؟ قول يدوب هنبدأ الشغل. يدوب هنبدأ الشغل بأن نخرج نعيش نعبد، نعيش عابدين لكي نمجد ونعلي ونظهر هذا الإله. في كتير مننا عنده حلم أن يكون هيكلا للرب في وسط أرض مصر. أنا عندي حلم أكبر شوية، أنه حيثما يوجد مؤمن حقيقي يوجد هيكل للرب. أمين؟ مش هيكل واحد في وسطها، لكن حيثما توجد أنت هناك استعلان المجد، هناك حضور الرب، هناك الله حاضر. فكر فكر، يا مغسول بالدم، يا مغسولة بالدم، حصل تدشين للهيكل يوم رش عليك الدم، دشنا هيكل جسدك ليكون مسكنا لله. فالعمارة اللي انت فيها يوجد هيكل لله، في المكتب اللي انت بتشتغل فيه يوجد هيكل لله، في المحل اللي انت بتشتغل فيه يوجد هيكل لله. مجد الله يرى، حضور الله واضح في كل شارع من شوارع مصر. هياكل الله، هياكل حية كيسوع الحي، هياكل متحركة تعكس جمال المجد وتنقل الحضور الإلهي، فترى كل عين مجد الرب، ويبصر كل بشر خلاص الرب. ليس في شاشات التلفزيون، لكن في هياكل حية متحركة، لا يسمعون البشارة بل يرونها، يرونها، يسمعون صوت الحياة تنطق، لا صوت الكلام الذي يخفت بسرعة، يشوفوا ويحسوا يشعروا الله الذي فينا. يسوع نسجد لك حبيبي، نسجد لك حبيبي، اختارك نصيبي، نعم، في بلد الحياة بختار أموت وتحيا فيا، احيا فيا يا رب، كل مليان وحدة
لحظات مقدسة. أرجو أن كل شخص موجود في هذه القاعة أو في البلكون أو في الخارج، أرجو أن يستشعر أن الأرض التي نقف عليها أرض مقدسة، لأن يسوع حاضر بيننا الآن. إخوتي، حبيبنا يسوع بينظر في عينين كل واحد فينا دلوقتي، بيقرب من كل واحد في آخر مقعد، في أول مقعد، في كل مقعد بينظر في عينين كل واحدة وبيقول أنا عايز بداية جديدة معاك، أنا عايز بداية جديدة معاك، عايز حالة حب جديد بيني وبينك، عايزك تثق فيا. أنا مت علشانك على فكرة، عايزك تثقي فيا، سلم لي، اخضع لي، اقتنع أن تحقيق أحلامك مش هو اللي هيساعدك، لكن حقق أحلامك معايا وتفرج على السعادة اللي هتملأ قلبك. يقول لك أحلامك غالية عليا، لكن خليني أنا أعملها في دايرة مشيئتي. أنا بحبك،
خليني أمشيك. كفاية مشي بدماغك، تعبت روحك وأنا خسرتك، أنا محتاجك اليومين دول. اسمحوا لي أعبر عن اللي في قلبي وأقول، في كنيسة قصر الدبارة أنا بحس إني في عربية الباور بتاعت القطر. العربية دي لو عطلت القطر هيوقف. أتمنى إن العربية تكون مشحونة دايما. عايزين نتشحن وما عندناش قوة شحن إلا بقوة الروح القدس. تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن، علشان مين يكمل الآية؟ ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. أيد يا روح الله، أيد الإنسان الباطن بقوة عشان حبيبنا يسوع يحل ويملى ويلمع وجماله يتشاف. يتشاف في كلامنا مع العيانين يا أطباء، يتشاف في كلامنا مع العمال يا مهندسين يا مديرين، يتشاف في كلامنا مع الزباين يا تجار، يتشاف في البيوت رجال ونساء أزواج وزوجات. ده طلب يسوع منكم، نفسه بيقول لك نفسي أتشاف في حياتك. تقبل؟ 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 خد إيده وقبلها، يستحق يستحق. وارمي روحك في حضنه تائبا، قل له حرمتك مني وانت كنت محتاج لي، مع انك ما حرمتنيش منك يوم ما احتجت لك وجيت وبكل حب وحرية مت من أجلي، وانت عايزني دلوقتي مش أموت، عايزني أحيا من أجلك. سامحني، خنتك كتير، حبيت عليك، حبيت غيرك، لكن النهاردة بداية جديدة معك، بداية جديدة معك، قصة حب جديدة معك، حالة جديدة من العبادة معك. خيالي هيبقى مشغول بيك، إرادتي خاضعة ليك، جسدي مقدس ليك، أنا في خدمتك يا حبيبي. ليك بقدم عمري. أمين. بهدي ليك أيامي كل حاجة يا رب. رنم جدد عهد. Yeah.
بيوت.